السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعدكم اليوم وقت جديد من لعبة بين النوم. إذا ذهبكم المقطع سيكون في القناة وفعل زر الإعجاب والجرس وصلوا على النبي محمد. الحين راح نكمل المكان اللي كنا فيه، هو نفس توقعت أن بيجي ينزل الفيديو. We made طيب it back. لحظة، تعال نسير دبدوب. تعال 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 نسير نسير تعال نسير يا طيب. بس هذا هو باختصار، ناخذ بس فوق ذي بسريع واللي We دي have ندخل to find a داخله. way to safety. Find a way out of this mess. هذه الفوضى. إذا دخلت She must be so أنا worried بعرف about you. للغاية، بس But أحتاج don't be قطعة ثانية. afraid. إيه You and me will work this all أنا out عامل سويا together. على هذا الوضع. حط هنا، حط ذي صندوق الأصفر، نحطه داخل خاص. وهذه الذكرى الثانية المفروض. إذا الحين بس نفعل البق لافي مرة بس نستمر في الدفن، ننتظر حتى يفتح الزر. لا سوى نبتدي فتح هنا. Yes, she sounds clearer now, don't سوى you think? بعدين حتى أعتقد ذلك بعد بس Come شوي on, we have no time to lose. نضيع ثلاث ساعات. خلي وقف عند تعال يلا تعال تعال نسير تعال بس خلاص ما حد قال يقول كلمة غلط. ندخل الحين داخل ونذي نزحلق تحميل بسرعة بس خطوة تطول. هذه مرة داخل البيت هذا عم نور المفروض أقصى شيء. راح نكمل نفس الشيء بس ما أعرف كيف أقول نور ذا نسيت كيف نفتح الباب بس كامل ونجي ندخل. كيف نسمي هذا؟ نسمي البيت. What is this place? لا لا ينظر عن I think حافظ we على should be هدوءنا. quiet. بيت حافظ على هدوءنا. أمس بسرعة أمس بسرعة بسرعة لحظة ازحف أسرع ازحف ازحف أسرع. نقوم بس عشان نفتح الباب والسمي القلعة. يمكن Those قلعة تكون floaty things. تلك They look like memories. طافية Maybe the سبب next قسم one is الذكريات behind من those roots. تلك الجذور. يلا بس خلينا نشوف. بس اسحب سي هنا اسحب سي قطع تركيبة مع مسيب مو نجيبة من هناك لوحة. هذه قطعة هنا واضحة. اخوي صوت تعالي في صوت انا ما ادري بس هنا قاعد يقول لي يسرع قطعة بسيطة ما يبغى ناخذها بس يلا ناخذ قطعة ونركبها بسيطة تفتح لنا الابواب اللي هو ذا الجذور بسيطة تأخرها واحدة من ذا الثنتين نفتح نحطها ونزيدها. ايوه تفتح لنا ذا امشي بسرعة منه شوف بوس الموجود منه في صورة منه. هاي الصورة عندي شلون في الصورة بس ما ادري وين القطعة الثانية المفروض بس نحصل القطع. لحظة فوق هنا نصعد ونجي نصعد هنا فوق في الصورة واحد في الغابة بس هذي مدروس وهذي مدروس. هنا موجود شيء بوابة ذي ادخل بدل نفس المكان كانت واقف فيه فلمنا على طول. شوف 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 طب فين وين كنا؟ ايه كنا هنا صح. ندخل بس منا بدل ندخل داخل داخل ندخل داخل دي ما تخاف نخلي يزحف لنا اسرع. لا في دروس لا هذا اللي كان يبغى يدور على كل الاماكن. وقف وقف بس يبغى ندور على كل مكان حتى احصل على القطعة اللي هو ايه صح كذا التركيبة او الوحدة يا بلا صح لا تركيبة نفس الشيء. صح سكر سكر منا سكر بدي افتح 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 فوق افتح هنا ما في شيء. اذا كان هنا في طريق تحت لا شوف الطريق اللي تحت اول شيء
ايوه منه ما في الا ذا بسطر ما نجي ناخذه ما في شيء كذا خلاص نصعد الحين فوق ما صعد نصعد فوق نصعد من الجهة الثانية ويلا نصعد من الجهة الثانية نصعد وندفله منه نصعد فوق ايوه نزول نمشي من لو سمسوي بس يصير بس يصير مو لازم حصار القطع بس سوي كم دي ندخل ذا المكان نصعد فوق السيد دي نصعد فوق دي ودي العلامة مدري نصعد فوق دي الحين ننزل تحت دخلنا داخل ايه خلاص بسميها قلعة بس متأكد اسمها عاد القلعة عاملة بس يلا منا بس هنا في ناس تحت تبي تموت؟ لا لا خلنا نشوف طريق ثاني لا ما جيت شوي للسكل بس يلا إذا نسيت عجم هناك بس يلا لا مو صعب طيب هذا بس رجعت هنا مرة ثانية بس بسوي صندوق يطيح الصندوق بس يمكن بعصي كان عم أدفع أيوه كان لازم أدفع الصندوق بس ننزل الحين تحت فوق صندوق صح أصلا ما بدينا نفوت بس بدينا نتسلق الأشياء كذا نتسلق ذي ويا ذي الحصل يلا ذي مدي أدفع صح أيوه دفع يلا طيح برا راح برا فعلا نفس كامل الحين نصعد فوق هنا تعالوا تعالوا ننزل لا سحبة لأن أبغى ذي ما أدري شكلها ما أدري شكلها نفس هنا ما عندي آخر شي منها ويا عنكبوت منها أوه هنا بواب كان بس كان بواب واضح بس بواب ما أدري بواب ومس بواب نفس الوقت أو كذا التركيب الثاني تعال افتح البواب قاعد كم ولا جوز قاعد يقول بس يلا لو هو ورقة أو رسمة بلا صح راح الدرس ذا في ذا الدرس صح طيب انفتح راح تتسلق نصعد هنا برضه نتسلق هنا يلا صعد ولا لازم نروح لا انا بس هنا انزل ادخل داخل الحين نطلع البداية المفروض نزل تحت دي بسرعة وين مكان بالضبط منه صح؟ ايوه منه نمشي منه بس ندخل مرزاح لداخل اللوحة سينوس لا 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 ما تبغى تطرق قدام رجعت نفس المكان بس تسيب اللوحة هي اللوحة قاعدة تتغير كأنها قاعدة تندم جسمها حط فوق دي نشوف شو يصير ايوه ما كانت قاعدة تقط سيئة شي ذي كذا ايوه قرب من هذا بدي تطلع اللوحة كذا شوي طلع ايوه هذي كانت قاعدة تقط شي قط شي اما قاعدة تموت شي ما ادري نقدر بس نركب القطعة الثانية ونروح للجهة الثانية بسرعة بس نحط القطعة على طول Let's not dwell here for too long. طويلة ما فهمت كامل قبلها بس يلا ناخذ دي القطعة اللي منها بعدين نفتح نادي البواب اي بخلي السينما ذا الغصن خلاص خلينا اي حتى لو قاعدة تتغير قاعدة تشرب مي يطلع لي سكة ثانية مدري شو نقدر نقدر شوي ندخل قاعدة تشرب مي مدري وش اي شوفوا قاعدة تتغير شكلها كأنه وحش بس داخل اي خلاص دخل على القصر خلينا نشوف افكر اللي سمعنا تمام في ذا المكان بسرعة في باب فتح الباب هنا ما في اي شيء هنا في رسمة ما فهمت شيء من دي الرسمة بس يلا بس نجي نتحف ونجي ندخل عند ذا الباب لو ذي في فتح فيها كم الزحف فيها صوت الحين تصير
لا بس حلو، طيح منها ونطيح منها، كمل ماشي، امزح، وقف وقف، حتى فتح الباب صانع، الدفدة في ثري انفتح، ما يفتح خلاص سيدين، الباب افتح، بس سيارة تخافي، تعال، تعال انت لمنا، وقف، سرق على طول، وسكان منا، ايه بعد الحدا ما ديك نزل على طول، افتح، افتح الباب كامل، يا الحين ننزل، شوف منا، ما في سيدين. تمام سيدي ما ادري شلون بس يلا شوف هذي لحظة أخيرا صدام جديد خلاص بس هذي هنا كانت قاعدة تشرب ماي تحولت مدير تمام نشوفها عدل يلا نفتح الباب نفتح 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 كامل يلا الحين ننزل نجي ندخل داخل يبغى ينزل تحت بس ايوه يلا انت تحت اثنتين شوف ايش يسوون ما ادري كانه كان مع الطفل هذا كان طفل بس مش متأكد كذا احنا ناسيين بسرعة بس لو قام دي يمشي اسرع شوية عنكبوت يلا ايش يسوي فيه لا بنروح لا احنا بعد هتسوق في شيء كان قاعد تشرب ماي كان قاعد تشرب ماي حلو ولا نص قطع قطع هنا كان اخذ الدين فين طب هنا هذا كثير طاير ولف قام لف عدل كذا لفها تعال لف 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 زيادة لف ايوه انا اخذ القطع الحين طب بس ما ادري تبدا لنا بس فيك او لا قطع ثاني كيف اتمنى هل لازم اتي منه ام لا ما اظن لازم اتي بس ما ادري او الا لازم اتي ما ادري خلوني ادي بس هيك بستخدم هذا لا ما صار خلص استخدم دي القطعة واكتبها هيك افتح الباب بسرعة ما ادري ايش حس تيدي بطاردنا بعد شوي انا متأكد في شي وراي ولا عندي اخر صح متأكد كتاب سم دي اني بسير معي يمكن او قطع في المايك قطع في المايك تعب عليه فتحت البوابة بس ما بحتاج الحين في شي منه خلنا ننزل شفت كذا مدوس ليش حاسس كانها جاية لنا بس مش متأكد بس خلنا نجي منه اصعد فوق لا لا اصعد خلي قبعها واطل بس حاسس بس بسرعة نرجع الحين بس ما ادري ايش يصير ما ادري ايش يصير ابي اعرف ولا لازم اروح ايوه بحصل ذا اماكن اختباء ايوه مكان اماكن اختباء لا في كذا صح ما تقدر تاخذ البراميل لازم ادخل وين لازم ادخل بالضبط اجي اطلع اطلع في هناك لوحة خلنا نروح لها على طول في هنا في كان ثاني اماكن اختباء ترى ناخذ اللوحة انزل هاي اللوحة نفس الحين فرح سيدين ولازم اروح انا حاسس كاني قاعد انزل نفس المكان بس مش متاكد كاني قاعد ادور خمسة مكان ثاني خمسة مكان ثاني بسرعة فكرت لما ادخل من ذيك الفترة انا جيت فيها بدل افتح الباب ليش يا اخوان اذا من المفتاح افتح الباب خلني اجي منه حاسس كانها جاية بس مش متاكد صوت قاعد يكتر او يصير عادي خلينا نكمل خلينا نكمل نشوف شو يصير بس خليك راح بس انت تمشي بسرعة وتن بس داخل اي مكان هذا اهم شيء بس ندخل الحمل دي ذهب نشوف هاي ذهب هنا بس بسرعة بس بس بسرعة هو من دي كتير تدخل هنا خلينا نشوف لنا لفة ثانية بس بيصير بالضبط طيب مفتاح ليش؟ ما قطيته في البحر اصلا هدخل المكان يبغى اتخلى يبغى الاقي له مفتاح ثاني مربع افتح ذا المكان بس كذا ما عندي مفتاح ما عندي مفتاح عندي بس صورة اوصل للمرة اللي كانت قاعدة تبحث تبحث اللي هربت في الماي
فعلا بتعرضنا، بس ايوه ايوه بتعرضنا فعلا. طب شوي بتعرض الغطة، فاهمنا لازم ارجع من ديك باب، ولا لازم نجيب القطة المربع؟ طب مفتاح المربع ساعدني من هنا لما فتحت الباب، بس وين اجيب له المفتاح زي المربع؟ داخل دروس ثاني، كنت متوقع اني بتجي تطاردني، بس هنا ما في اي شيء نفتحه. ندخل داخل هنا على طول، نزحف نشوف ايش اللي فيه. هنا في كرسي، هذا لحظة نفسه نطلع فوق، نطلع فوق ما يبي يصعد فوق، ما ادري ليش، بس وانا الاقيه لازم اجي منه. يمكن هنا بس انسحب، لا ما في، هذا المكان الوحيد بشكل شكل زي كذا. هنا ما في اي شيء، شوف هنا اول حطيه، شوف هذا هذا بتودينا لذا ثاني، المفروض عند البحيرة قاعد تودينا. ما في فرق، كان دينا دي من هنا عطل، ليش دخلت داخل دي ما ادري. شوف دي جهة، شوف يعني دي دي مرة ثانية، بلاقي قطعة المفتاح بسرعة. خلاص هالدرس كان مفتوح، يمدي اسحب الباب صح؟ عادي يمدي اسحب ذكر، افتح احط فوقه، احط فوقه، ودي احط فوقه. وين قطعة المفتاح دي؟ عند البحيرة، هذا مكان ممكن اجيت منه، لا لا هذا مكان ما اجيت منه، ندخل منه بالسريع، المفروض ان نعرف كيف ننخس داخل. هذا انت وخري وخري، خطب بدون تخليني ادي اخسر، وخري الثاني قبل تجي لنا هذيك، صراحة ننخس داخل. ايوه مكان امن بشوي على الاقل منها. افتح هذا الباب، ما في المفتاح فوق. ايوه هذه الحمرة اللي ملصقة طاردنا، اخذ جيب الورقة، ما ادري بس فيه كانوا محبوسين، بس فصلت فوق عشان اخذ القطعة ذي، حتى فصلت منه ما قدرت بطريقة صادمة. لا ابسط طريقة، بس قاعد اقول انا الواحد عندي الخصم، تعالوا تعالوا يا لوح، تعالوا حاولوا إلى داخل. دي ما نخضهم الحين، مو مستوى يدخلون داخل. أيوة مدينا دخل، ناخذ دي الخشبة، تعالي أفضل من دي أسوي لها تدوير صح؟ صح لا نمسكها سيبها سيبها وخرها، أفضل من دي أسيبها. تعالي تعالي منه، مو بتحط خلني أصعد منه. شوف الحين بدي امسكها ام لا، بدي امسكها كيف يبغاني اروح اخذها، ما بدي اصعد منه ولا بدي اصعد منه بعض شي. ما في الا ذاك صناديق يمكن، لا برضو لا ما اخذ ذا، هذا الحين كثير خسره عندي اخذها، ما يفقد ذا. لا هذه لا ما اخذ، بصير ذي قطة صح؟ قطة ما في، خلنا ناخذ واحدة صار علي وقطة. يمكن انا طايح فيه خشبة والله، تعالي ناخذها ونقطة، تعالي ناخذها ونقطة مرة ثانية، ناخذها ونقطة مرة ثانية، يلا تعالي بس نقطة على الأقل من بعيد أبعد شوي ما بيفيد. عندي أسحب الصندوق بس، نسحب اللي قدام وخلاص، اسحبه اسحبه يلا اسحبه اسرع، نبي نسحب افضل نبي نسحب يلا هيا نسحب، نبي نسحب ما ادري كنا معلق قبل منا. تعال تعال يلا منا، تعال اقرب اقرب يا صوت كمان، هذا أصغر من ذلك. أيوة أصغر كذا، مدينا نصعد هنا بس لا بلقيت مدري هذا. أيوة جيب المفتاح، أخذ المفتاح إلى المفتاح هنا، شوف هذي هناك ولا بنهرب، ما في مكان
ولا الدبدوب مفروض له شيء، هذه لا ما اسميها شيء، الأم واحسب أم أو شيء زي كذا، أشوف لها اسم. بس أنت الحين راح تشيل من ذيك الذهب، لدى الحاجة، بس خليني أروح أفقع على طول. بس الحين راح البوابة وين؟ ازحف لما نور الدبدوب بعصي كل مرة عشان لا يخاف كل شوي. بس وينه؟ هو أسرع زي كذا بس ما بوقف أحسن. بس وين؟ وين المفتاح؟ بواب. يلا ادخل داخل، ادخل 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 داخل. وين الجدر المفروض اللي داخل هنا؟ ايوه المفروض يكون داخل فاتح، كان مفتوح، كان في فتح، انا مدخل منه. طب بس ما يضيعني، بس مكان المفتاح المفروض يجي اخذه مرة ثانية. معي المفتاح؟ اذا معي اي معي المفتاح زي ذا، وكان المفروض اني اخش داخل ذا، بس ما كان بيدخلني ما ادري، او مش هذا بالضبط. ما كنت بالضبط ابقى من اول شيء نشوف منه. ما هو بدي اصعد، يوم صار اصعد ده المفروض بدك تصعد. ايوه لما صعد الدسر انا، يا الدسر انا جيت منه. هذا البداية، هذا البداية، كان عند مكان البداية كذا ندخل من داخل ذا الجدر بسرعة، لازم ما تيفك على طول. بسيب واقف بس اني اركب القطع الثانية هيك. ايه هذا المفتاح؟ نركب المفتاح الحين بالسريع ونيجي نفتح. افتح الباب بسرعة، افتحه، ارجع خلي تلاحق اسرع. كيف اضيع؟ في ورانا الحين موسى قاعد اسمع صوت اشياء والله ما سامع. اوكي 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 على داخل، اوكي بسرعة صارت فوق ليك خلاص. اوكي بس اذا ما استمتع هنا اصعد، اصعد هنا واصعد هنا، كسر دي النافذة وسوي فيها شيء. افتح كامل، افتح 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 بسرعة قبل كتير. بس بدي اخر ولا لازم اروح؟ هاي الطريق بتاعك صح؟ اللوحة اللوحة كم مرة عند اللوحة؟ ترى اصعد. ايوه ارجع، كانت تحاول تشكلها من هذا فاخر شيء. ركب قطع ثانية لو هذا خلاص سوى لي حفظ سيدين. خلصنا من ذيك المرة، يعني كانت تخوف شوي بس يلا. القطعة الأخيرة بصير ما طفلت، هو سوى لي هنا حفظ خلاص. حتى الوقت، حتى الوقت طويل لما اجي اكمل. لا بدي اوقف الحين خلاص، مع السلامة.